هذه المرة نتحول إلى تونس، حيث جابت مسيرات شعبية شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس في الذكرى 63 لاستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، مطالبة بما أسمته إسقاط حكم الإخوان في البلاد. هتف المشاركون في المسيرات التي نظمتها جبهة السيادة التونسية، وهي ائتلاف شبابي يتبنى الدفاع عن سيادة الدولة المنتهكة ضد تنظيم الإخوان في تونس، قائلين إن الإخوان قاتلين أولادنا سارقين بلادنا. وتضم جبهة السيادة التونسية عددا من نواب الشعب التونسيين المعارضين لحركة النهضة ولسياساتها التي وصفوها بالفاشلة في إدارة الدولة والشأن العام، متهمين إياها بالوقوف خلف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 7 سنوات. عبر المحتجون أيضا عن رفضهم للتحالف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة. عبر الهاتف تنضم إلينا من تونس عضو مجلس نواب الشعب التونسي فاطمة المسدي. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة. ما هي ملامح أو أمارات هذه التظاهرات التي جابت بعض مناطق تونس وتحديدا شارع الحبيب بورقيبة؟ اليوم هو ذكرى عيد الاستقلال، ولما نتحدث عن عيد الاستقلال هو استقلال تونس من المستعمر الأجنبي، وهو وقتها في فرنسا. اليوم هو عيد استقلال له رمزية، وهو عيد التحرير من الاستعمار. واليوم في تونس نعيش استعمار من نوع آخر، هو استعمار إخواني، الاستعمار الإخواني المغلف بحزب اسمه حركة النهضة، حزب يدعي المدنية، لكن في الحقيقة هو له تنظيم سري اكتشفناه منذ أكتوبر في سنة 2018، يعني قبل 6 أشهر. ومن منذ أن اكتشفنا أن التنظيم السري لحركة النهضة هو متهم بالاغتيالات في تونس في وقت الترويكا، ومتهم باختراق أمن الدولة، ووجدنا أن الحكومة هي صامتة على كل هذه التجاوزات والاختراقات، فتحرك الشعب وتحرك المجتمع المدني، خاصة وأننا وصلنا إلى مرحلة نقطة فاصلة في تاريخ تونس، حيث أننا الآن نعيش في تونس في انهيار اقتصادي. طيب لا، يعني حتى لا تتقطع بنا أوصال هذا النقاش، ما ذكرته حضرتك له فضاءان اثنان تقريبا وفق التقاليد الديمقراطية أو التقاليد حتى التي عرفتها تونس ما بعد 2011، إما المسار القضائي لكشف هذه الجرائم وفتح المتورطين فيها ومحاكمتهم في ساحات القضاء، وإما المسار الانتخابي الديمقراطي الذي به سينتفض التونسيون لإقصاء أو إبعاد فصيل بعينه كحركة النهضة في هذه الحالة. هل هناك فضاء آخر بعيدا عن هذين الفضائين؟ هو كما ذكرت يوجد الفضاء القضائي، لكن القضاء الآن هو يعيش أيضا في أزمة حقيقية، حيث أصبح لدينا قضاء موازي وأمن موازي ودولة موازية. ما الذي تقصديه بالقضاء الموازي أستاذة فاطمة؟ يعني أن أصبحت النيابة العمومية لا تتحرك حتى عندما يكون هناك كارثة أو جريمة، كما رأيناها مثلا في مسألة التنظيم السري، النيابة العمومية لم تفتح حتى بحث في الأصل، في أصل الجريمة، وهذا نستنكره ونعبر عن تشكيكنا في ماذا يحدث ومن يعطي في الأوامر لعدم فتح التحقيقات اللازمة لحماية البلاد من الاختراقات ومن الناس اللي تهدد في أمنها. يعني التيار المدني في تونس يقول إن هناك مشكلة في مرفق القضاء أو في السلطة القضائية التونسية تحديدا النيابة العمومية، هناك مشكلة في حيدتها ونزاهتها مثلا إزاء بعض القضايا؟ أنا أجدد أقول أن يوجد بعض القضاة الوطنيين والناس الشرفاء في القضاء، لكن القضاء أيضا قطاع القضاء يعيش فسادا كبيرا في الدولة التونسية، وهذا الفساد لا يمكن أن نتجاوزه ولا نقول أن وراءه أطراف سياسية هي التي تقرر وتحاول أن تستعمل القضاء لمبتغاها. وهذا الأطراف السياسية أعني بالذات حركة النهضة، حيث منذ وقت الترويكا أصبحت تتغلغل في مفاصل الدولة وفي القضاء خاصة، وأصبح لديها قضاء يحميها.
هذا أقوله هذا وأنا أتحمل كل مسؤوليتي. أهو بالضرورة حضرتك تتحملي المسؤولية، لأن المسألة هنا تنطوي على شكوك لا أعلم كيف يمكن أن يتقبلها التونسيون، أن يكون القضاء في تونس مسيسا ومسيطرا عليه من قبل عناصر في حركة النهضة. هذا الفضاء القانوني الذي بات تعتريكم فيه قدر من الشكوك في طريقة التعامل مع بعض القضايا، ماذا عن الفضاء الانتخابي الذي هو مضمار آت لا محالة وسيتنافس فيه التيار الليبرالي أو العلماني التونسي مع شركائهم أو فرقائهم من اليسار في مواجهة حركة النهضة؟ هل لا يزال أيضا لديكم القدرة على إسقاطهم على الأقل بهذه الآلية الديمقراطية، ولا هناك أيضا شكوك في هذا؟ هو بالنسبة للعملية الانتخابية، هي العملية الانتخابية لا تقتصر يوم الاقتراع، نعم. هي مسار كامل للعملية الانتخابية، والمسار يجب أن يكون هناك مسار فيه نوع من الثقة في مؤسسات الدولة وفي الهيئات الدستورية وفي غيرها من الهيئات التي ستحمي هذا المسار الانتخابي، غير أننا في تونس نعيش الآن مسألة انعدام الثقة، خاصة وأننا نرى أن بعض الجمعيات التي تمولها بعض الدول مثل قطر وتركيا وغيرها لم تحاسب، ونعرف أن هذه الجمعيات هي تمول بصفة غير مباشرة حركة النهضة لتوفر لها كل المال لحملاتها الانتخابية وغيرها. نحن لم نفتح ملف الأموال السياسية من أين لك هذا، نحن لم نفتح الملفات الأمنية مثل التنظيم السري والاغتيالات واختراق أمن الدولة، نحن لم نفتح الملفات التعيينات والترقيات حسب الولاءات وفي مكان. من الذي لم يفتح أستاذة فاطمة؟ أنا أعتبر أن كما قلت هناك أزمة حقيقية في البلاد، هناك اختراق لتنظيم وفساد كبير في أجهزة الدولة، يجب علينا أن ننتبه أنه لا يمكن أن تنجح الانتخابات، يمكن أن تكون هناك انتخابات لكن العملية الانتخابية لن تكون معناتها مصدر. طيب أستاذة فاطمة، يعني ليكن الحديث يعني أكثر اتساقا مع السياق الذي نحن إزاءه، الآن الفضاء القضائي أنتم لديكم شكوك كبيرة فيه وفي جدوى التحرك في هذا المسار لكشف بعض ما ينسب لحركة النهضة وللتعديات المنسوبة إليها ولجرائم الاغتيال السياسي وما إلى ذلك، ولديكم شكوك في سلامة العملية الانتخابية تحديدا في الإجراءات وفي المسار الذي تتخذه الساحة السياسية التونسية ما قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع، كيف يمكن إذن تحجيم هذا المشروع إذا كان هناك مشروعا متكاملا تحمله حركة النهضة ويرفضه الآخرون في تونس؟ بالضبط، هو اليوم في المسيرة هذه عبر المواطنون وأغلبهم، وتحية كبيرة وإجلال لنساء تونس الذين تحركنا اليوم، يعبرنا على رفضهم وخوفهم على مكتسباتهم وعلى الدولة المدنية وعلى حريتهم، لأن مشروع حركة النهضة بعد سياسة التمكين قد يكون هي سياسة التنفيذ، والتنفيذ بالنسبة لهم وتنفيذ مشروع ظلامي قد يكون خطرا على مكتسبات المرأة في تونس وخطرا على النمط المجتمعي في تونس. طيب أستاذة فاطمة، أنا سؤالي الأخير لحضرتك لأنه لم يعد أمامي مزيد من الوقت، الرئيس التونسي السيد الباجي قائد السبسي رئيس يرفع الواجهة العلمانية ويفصح عن هذا بجلاء ولا مشكلة في ذلك، ويوسف الشاهد يفترض أنه ليس تنظيميا في حركة النهضة، ومجلس نواب الشعب الغالبية فيه لحركة نداء تونس بعيدا عن التفسخ الذي أصاب أركانها، لماذا إذن يبدو أن هناك مشكلة في استساغة أن لحركة النهضة كل هذه السطوة برغم أنها من الناحية الشكلية ليست لها السيطرة في أركان الدولة؟ هو هذا تحليل مع كل احترامي هو تحليل غير عميق، لأن إذا حللنا في العمق سنجد أن حركة النهضة هي التي تمسك بخيوط اللعبة وهي التي اخترقت جميع الأحزاب وجميع الإدارات، فلذا أنا أعتبر أن هي التي تمسك بخيوط اللعبة، وأن اليوم في خطاب سيد رئيس الجمهورية ولأول مرة في تاريخ تونس يقول رئيس الجمهورية بصفة غير مباشرة أنه معزول وأنه غير قادر على إيجاد أي حل. اليوم رئيس الحكومة يتحمل كل المسؤولية والمسؤولية التاريخية في انهيار تونس. نعم، شكرا جزيلا لك النائبة فاطمة المسدي عضوة مجلس نواب الشعب التونسي منضمة إلينا عبر الهاتف من تونس، أشكرك شكرا جزيلا.